استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه المدخله دي؟ اخفى عليكي بنت جليله الجدب من دول البنات. بقى ابوكي مرمي في المستشفى بين الحياه والموت، وانت مرميه في حضن النضع ده. انت مجنونه ولا ايه؟ انت اكيد فاهمه غلط. فاهمه غلط؟ فهمني انت الصح يا اخوي. كان ناقص ايه؟ ها؟ ناقص اخش الاقيها شايله عيل على يدها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه على الصبح؟ في ايه يا فوزيه؟ بتزعقي ليه كده؟ صح النوم يا مرت اخويا. طبعا ما انت نايمه ولا دريانه، وتلاقيكي كمان بتحلمي باليوم اللي اخويا يموت فيه والدوري تتصرمح يمين وشمال. انا تتصرمح يا قليله الادب؟ بتضربي ايه؟ بتضربي ليه يا كريمه؟ عشان لسانك طويل وقليله الادب، ولو زودتي كلمه هجيبك من شعرك واطردك طرده الكلاب. خبر ايه؟ الحقني يا اخويا، الحقني. مصيبه، فضيحه وعار. حصل ايه يا فوزية؟ انا مش هقول على اللي شفته بعيني غير لما تعرف ان مرت اخوي ضربتني بالقلم. يا مرارك الطافح، ده ابوك الحاج الكبير عمره ما عملها. لا لا يا كريم، اخص عليك اخص. حصل ايه؟ اتكلم. ما قدرش اقول يا اخوي. انتي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استر يا رب. اصلي دخلت لقيت الهانم دي في حضن النطع ده وهدك يا اخرس يا خرفانه يا قلبت الادب اللي... يا قلبت التربيه. الكلام ده مش صح. الكلام ده ما حصلش. انت عايزه ايه؟ جنازه وتشبعي فيها لطن؟ عايزه ايه؟ عايزه احافظ على شرف اخويا اللي انتم مرمطينه في الارض. لا ده انت مش عايزه الم بقى، ده انت عايزه ايه يا خبر ايه؟ ارم عيدك يا شيخه. روحي بحقنينا، ده انت فضحتينا في كل حته. هو اهدى ودخلتك علينا كانت داخله شغل، بتاخدي بناتك وتحلي عنينا. فوزية ما تعملي سؤالك. اخرسي فوزية. متأكدة من الكلام ده؟ متأكدة طبعا يا اخوي، شفتهم بعناي. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا عايزينك يا اخويا، ودول احنا خلاص طلعناهم من ذمتنا، اذا كانت هي ولا بناتها ما تغوروا وتحلوا عنينا. وانت يا اخوي يلا غور، ما عايزينش اشوف وشك هنا تاني. استنى عندك.